دلوقتي هنبدأ مع بعض نشوف تكنيكس مختلفة للبليسمنت في الرابر ده. طيب أول طريقة عندنا بعد ما علمنا خلاص وعملنا البنش بتاعنا على 7 6 5 4 3 إن إحنا هنستخدم كلام بوينك. طيب أول طريقة إن إحنا بنبتدي نحط الفريم بتاعنا وعايزكم زي ما أنتم شايفين كده، بنحاول دايما نكون في مسافة صغيرة شوية تحت واكون سنترلايز زي ما انا عامل، وابدا طيب. لما اجي بقى الناحيه التانية خد بالك ما تشدش، في ناس بشوفها بتشد، بصوا بتعمل كده غلط غلط خالص. دلوقتي الصح ان انا اركب وهو مرخي. تمام. طيب بعد كده باجي ابدا احط الكلامب بتاعي اوكي، طريقه سهله جدا. بعد كده باجي اجيب الفورسبس واجي عايز اخش على السيفن، اطلب من البيشنت يفتح بقه واجي اخش انترا اورال ودخل الكلامب بتاعي كده. الكلامب بتاعي دخل خلاص، ساعتها بعد كده اقدر اكمل خطواتي عادي، وهنتكلم بالظبط بالتفصيل بعد كده ازاي بنعمل انفيرجن وازاي بحافظ ان انا ما يبقاش عندي ليكج وهكذا. ولكن دي اول طريقه بالنسبه لي ان انا اعمل بليسمنت للرابر شيتس مع الايه، مع الكلامب. تمام. تاني طريقه معانا دلوقتي لو انا بستخدم كلامب وينجلس. دلوقتي لو هستخدم كلامب وينجلس مش هعرف اركبه هنا في الشيت، فبالتالي بحتاج اركب الاول الكلامب بتاعي الوينجلس. وبعد ما اركب الكلامب بتاعي بجيب الرابر دام واطلب من البيشنت يفتح بقه قوي، وبخش وانا فاتح الرابر بتاعي وابدا، ركزوا معايا كده، ابدا الاول اجي في البراكت بتاعت الرابر دام من ورا بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، وما اجيش احاول ادخله كله مره واحده افتح جامد واشد ممكن يتقطع، اجي من ناحيه واحده الاول بلتا مثلا الاول زي ما انتم شايفين كده. كل ما الاقي الرابر دام بتاعي شادد ممكن اديله براح. ازاي اديله براح؟ اجي ادوس كده واخلي الرابر دام ايه؟ اشد واخليه ينزل من تحت، اشد وينزل من تحت، اشد وينزل من تحت. طيب واجي نفس الفكره من الناحيه الثانيه، احاول اعمل نفس الحركه. طيب هو شادد من هنا اعمل ايه؟ ممكن اجيب الجولد بليتد بتاعتي واخليه ايه؟ طبعا في الاورال كافيتي الموضوع بيبقى اسهل كتير عشان وجود الفلويدز. زي ما انتوا كده شايفين معايا مثلا، ركزوا على الحته دي كده شايفين هنا. طيب مش مقفله كويس، فبحتاج ايه؟ اديله ضغطه من هنا كده، كل ما اضغط كل ما يبقى فيه ايه؟ براحه ان هو يخش. بعد كده اكمل خطواتي عادي زي ما هنشوف قدام، ولكن دي كانت تاني طريقه ان انا بحط الكلامب الاول وبعد كده بركب عليه الشيت بتاع الرابر دام. دلوقتي تالت طريقه بالنسبه لنا وناس كتير ممكن تتمناها، ما ينفعش الكلامب الوينجلس يخش مع الرابر دام ونركب مره واحده،
لان لقينا صعوبه ان انا ادخل الكلامب الوينجلس واجيب شيت الرابر ده مركبه عليه، وفي نفس ذات الوقت انا محتاج اشتغل جدا بالكلامب الوينجلس، مش هينفع اجيب الكلامب اللي فيه وينجز عشان هيضايقني في الشغل. في طريقه ثالثه للبليسمنت دلوقتي هنشوفها مع بعض، بس هنا هطلب منك الاول بلاش تحط الفريم، وتعالى بمساعدة الاسيست حط الكلامب بتاعك بالمنظر اللي انت شايفه ده، واضحة؟ يعني انا حطيت زي نص الكلامب وقعته جوه. طب وبعدين بعد كده تقوم رجع دي لورا بالمنظر ده، وتقوم ماسك الكلامب بتاعك وتيجي انترا اورال تقوم مركبه عادي جدا. بعد كده تقوم فارد الشيت بتاعك عادي وتركب الفريم بتاعك عادي جدا وتكمل خطواتك. بس هنا الجميل ان انا هنا ما احتجتش اعافر بقى ان انا اركب الكلامب وبعد كده اقوم مركب عليه الشيت، لا انا هنا الموضوع بالنسبه لي ايه؟ الطف كتير. وطبعا نفس الفكره، وهنشوف بعد كده في فيديوهات تانية ازاي بنكمل خطواتنا بعد ما نركب الكلامب، ولكن هنا انا بكلمكم بس عن فكره البليسمنت زي ما انتم شايفين. اخر طريقه او الطريقة الرابعة لينا ان انا اعمل بليسمنت للرابر شيتس انترا اورال، وهي يمكن تكون الاصعب وما رشحهاش لكم في الحالات البوستيريور او الحالات الماوس ليميتد اوبننج. الطريقة دي بتكون ان انا بجيب الشيت بخش بيه على طول على المكان اللي انا عايز اعمل فيه ايزوليشن، لازم بقى يكون فيه فلويد، وبحط كده الشيت وباجي بايد الشمال او مفرده واجي اجيب الفورسبس اركبه في الكلامب بتاعي واجي احط عليه كده اهو. يمكن تبان الطريقه هنا سهله عشان انا شغال دلوقتي على كاست، ولكن انترا اورال الطريقه دي بتكون اصعب شويه، لان بيكون في التشيك وبيكون في ماوس اوبننج ليميتد، فالموضوع ده بيبقى اصعب شويه، فارشحه ليكم يكون في الحاجات الانتيريور او الحاجات الاكسسوار. خليني كمان ااكد معاكم على معلومه بعد ما اتكلمنا عن الاربعه ديفرنت تكنيكس فور رابر شيت بليسمنت. الفريم وانت بتركبه لازم تاخد بالك من حاجه، لازم تاخد بالك دايما ان في حته كونفكس وحته كونكاف. خليني دايما الحته الكونفكس دي بتكون لبره، يعني في ناس تعمل كده العكس، غلط غلط جدا، فركز قوي ان دايما الحته الكونفكس دي بتكون لبره، بره وش البيشنت. طيب نقطه كمان، الفريم بتاعك الحته الهوريزونتال دي دايما بتكون ناحيه التشن، في ناس غصب عنهم بيقوموا عاملين دي ناحيه العين او ناحيه النوز، غلط جدا. في تكنيك واحد بس هكلمكم عنه في فيديو منفصل اسمه الدبل فريم تكنيك، هنتكلم عنه في الفينير.